بس أنا رح تقى من القعدة بالشركة لوحدي. لو كان جاي هون كنا تسلينا شوي سوا. أديتي شوفي هلأ هالمفاجأة الحلوة. المطر قوي كتير برا. آنسة أبو الكار؟ أستاذ تانري أنتو هون؟ شو عم تعملي لهلأ بالشركة؟ المطر برا كتير قوي، المي عبت الشوارع وسيارتي علقت بالطريق لهيك رجعت، وانت لساتك بالشركة؟ استاذ انا كنت عم اشتغل جوا، ما حسيت على اي شيء. انا بعرف انه اذا ما خلصتي شغلك ما رح تطلعي، مشان هيك انا خبرتك اكثر من مرة على موبايلك، بس مطفي، شو صار لك؟ احكي، شو وين موبايلك؟